حياكم الله. اليوم آخر يوم سنة 2017، اليوم هو 31/12، سنة راحت وانقضت كل أهدافها السلبية والإيجابية، ونسأل الله سبحانه وتعالى تكون سنة 2018 سنة خير وسعادة علينا وعليكم. بما أنه أنا متواجد بالدنمارك، فاليوم حابب أتكلم عن احتفالات الدنماركيين بهذا اليوم من السنة. خلينا نشوف. مطر والجو كلش بارد، بس هذا ما يمنع الدنماركيين ينزلون يمارسون حياتهم بشكل كلش طبيعي. اغلب الدنماركيين اليوم لما ينزلون للاسواق يشترون التسالي والمواد الغذائيه اللي هم محتاجيها، على اعتبار انه باكر حتكون عطله رسميه. اضافه الى المواد الغذائيه اللي يشتروها، ينزلون كثير من اليوم منهم اليوم يشترون العاب ناريه، او مثل ما نسميها بالعراقي الصعاده، لان هو يعتبر اخر يوم للاحتفال بالالعاب الناريه، ومو اخر يوم كيوم رسمي، بس انه بعد ورا راس السنه ما يكون لها اي فائده. الساعه 2:30 الظهر او ما بعد الظهر، مثل ما تشوفون انه المتجر اللي والمركز التجاري ومركز التسوق اللي موجود انا بيه حاليا، اللي هو يعتبر الاكبر والاشهر بالمدينه اللي ساكن بيها، فارغ بشكل كامل، حتى المحلات قافله ابوابها، لان يعتبرون هذا اليوم يوم مميز جدا بالسنه. اصحاب المحلات ما يصرف لهم انه يفتحون، لان حيعتبروه خساره. الدنماركيين، معظم الدنماركيين بهذا اليوم من السنه ما يتوضعون، لان يعرفون انه ورا فتره 4 أو 5 أيام حتكون هناك فتره تخفيضات، اللي هي تعتبر الاكبر بالدنمارك، يعني تخفيضات حتوصل نسبتها 70 او 80% من البضاعه المعروضه. حتى اصحاب حتى العمال ما يحبذون يشتغلون بهذا اليوم من السنه، لان انه هذا اليوم يعتبروه فد يوم مناسبه جدا مميزه، يحبون يقضوا ويا اهلهم ويا ناسهم ويا احبائهم. ولذلك نشوف انه المدينه فارغه بشكل تام. المحلات من هسه بدأت تهيئ نفسها للتنزيلات والتخفيضات الجاية. طبعا التخفيضات حتكون على أغلب المعروضات بالمتاجر الدنماركية. أغلب المحلات معزلة والسنتر شبه خاوي، يعني الحركة جدا جدا بسيطة. التاكسيات متواجدة بكثرة. طبعا معروف أنه استئجار التاكسي بالدنمارك جدا مكلف، ويعتبر هو الاغلب الدول الاوروبيه، بس اليوم يعتبر هذا اليوم هو يومهم، لان انه اغلب الدنماركيين معظمهم حيتناول الكحول، فانه يواجه صعوبه انه ما يقدر يقود السياره هو بنفسه، لذلك انه يضطر ويأجر تاكسي. الحافلات حتكون موجوده الوقت متاخر من الليل، بس تعرفون الباصات او الحافلات مثل ما قلت ما توصلك بالمكان اللي انت تريده، ومعظم الدنماركيين اليوم يكونون كاشخين وعلى سنقة 10 مثل ما يقولون، فما توفي وياهم انه يمشي مسافة طويلة للجو بارد والدنيا مطر، فممكن يتبهدل. فالوسيلة الافضل له انه يستقل واحدة من هاي السيارات الموجودة وراي. انا حاليا متواجد في سنتر مدينة طوغوس، وهذه محطة القطار الرئيسية بالمدينة. قرب محطة القطار البلدية هيئت مجموعة من الدراجات الهوائية للمواطنين. هذه أي مواطن يقدر يستعيرها، يأخذها فترة أسبوع، فترة شهر، فترة 6 أشهر. طبعا كل ما تزيد المدة يقل السعر. حاليا هي ممكن تأجرها لمدة أسبوع، ما أذكر المبلغ إيش قد، بس مبلغ جدا جدا ممكن تأخذها وتكون جاهزة للاستعمار. حاطين فيها قفل، وحاطين بيها يعني كل المستلزمات اللازمة لقيادة آمنة. وممكن بتشوفون انه هذه الدراجات متواجدة حاليا، عددها هي نفسها ممكن ما مأجرين، يمكن بس دراجة واحدة او دراجتين. هذا السبب يعود انه اول شيء انه الجو بارد، بس رغم انه الجو بارد هذا ما يمنع ان الدنماركيين يقودون دراجاتهم الهوائية. والسبب الثاني، معظم الدنماركيين عندهم دراجات هوائية شخصية، هذه مسويها للناس اللي جاية اللي مسافرة من غير مدينة ويدخلون داخل مدينة أوغوس،
ممكن ياخذوها يستاجروها لمده ساعه ساعتين ومثل ما ذكرت حتى تستمر لمده اسبوع ولمده شهر. ومجهود وفكره لخدمه المواطنين يستحقون عليه الشكر. طبعا المطر ولله الحمد يستاهل الحمد كان فد عامل جدا سلبي اليوم ما خلاني اخذ راحتي بالتصوير، تخيدت بشكل كلش كبير. ان شاء الله حيكون لي تغطيه ثانيه اليوم منتصف الليل، احاول موجود بالسنتر انقل احتفالات الدنماركيه بمناسبه راس السنه، بس اتمنى من الله سبحانه وتعالى المطر ما يشكل اي عائق. فاذا شكل عائق اليوم ومثل ما تنبأت الانواع الجويه حتكون هناك امطار غزيره، فاعذروني ونتواصل على الخير والتقيكم في فيديوهات قادمه ان شاء الله. مثل ما وعدتكم قبل شويه هسه انا متواجد بشارع المشي بسنتر المدينه حتى نغطي الاجواء ليله دخول راس الساعه الميلاديه الجديده. الجو بارد بس مو مثل ما تنبأت الانواع الجويه اكو هناك مطر. خلونا ناخذ فرة بالسنتر ونشوف الاجواء. احتفالات الدنماركيين بهذا اليوم من السنة بسيطة جدا، يسوون تجمع الأهل الأصدقاء الأحبة الأقارب ويسوون احتفالية جدا بسيطة. طبعا هذا خلال فترة المساء وقبل ما تعلن الساعة انتصاف الليل ينزلون للشوارع ويطلقون الألعاب النارية ويجتمعون وبعدها يكملون سهرتهم بأماكن ترفيهية مختلفة في المدينة. حاليا انا متواجد بالساحه اللي حيكون فيها التجمع للاطلاقات الناريه. طبعا الاطلاقات الناريه مثل ما ذكرت ما حيكون لها اي راعي رسمي او جهه رسميه. الاحتفال كان جدا بسيط، ما اعرف الناس ليش تصرف فلوسها على هذه الالعاب الناريه، ما اعرف شنو لذتها لحد هسه عقلي، يعني ممكن انا اللي دا اشاهد واللي نفسه اللي دا يطلق بنحس بنفس الشعور، فرق عني عنه انه هو مشتريها بمبالغ كلش كبيره وانا متفرج بس ما اعرف ممكن له وجهه نظر مختلفه. هذه كانت تغطية بسيطة لاحتفالات رأس السنة في مدينة أوغوس الدنماركية. أتمنى سنة خير وسعادة على الجميع. حياكم.